تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرقة مكافحة المخدرات من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج المقدرة ب 1300 غرام، بالإضافة إلى 6 هواتف نقالة على متن سيارتين سياحيتين وسط مدينة ورقلة، إضافة إلى إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة. بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود مشتبهين يقومون بترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري، مباشرة بناء على استصدار إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية قامت مصالحي بتوقيف مشتبه فيه وحجز كمية من المشروبات الكحولية مقدرة ب 1437 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، على إثرها تم تشكيل ملف جزائي وقدم الأطراف إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.